السلام عليكم. صلى الله عليه وآله وسلم. السيد المحترم رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد المحترم رئيس دائرة مدينة رأس الواد، السادة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة وفي البرلمان ومجلس الأمة، السلطات المدنية والعسكرية، رجال الإعلام، الصحفيات المحترمات الحاضرات معنا، أهلنا في رأس الواد وأصحاب الفضيلة من المشايخ والعلماء وشيوخ الزوايا المحترمين الحاضرين معنا، طلاب العلم والمعرفة، الأسرة الثورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون إطالة، كلمة ترحيبية يتلوها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الله بالعساوي، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد الفاضل الوالي ولاية البرج المحترم، السيد الفاضل رئيس المجلس الولائي، السلطات العسكرية والأمنية، السادة نواب البرلمان بغرفتين، السيد الفاضل رئيس دائرة رأس الوادي، السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الوادي، السادة شيوخ الزوايا والأئمة والأعيان، الأسرة الثورية وأسرة الإعلام، الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنها لسانحة عظيمة وبادرة كريمة، هذه التي جمعت وجوه الخير وأهل الفضل وأعيان الصلح في هذا اللقاء الطيب ضمن مساعي وحدة المجتمع وترقية حس اللحمة بين أبنائه ومكوناته وأطيافه، اجتماع لتحقيق معاني قول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من سورة النساء: والصلح خير، وقوله تعالى من نفس السورة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. اجتماعنا إحياء لدور جماعة المسلمين داخل المجتمع الذي هم فيه، حتى ولو كان مجتمعا غير مسلم، مثل ما فعل الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله حينما أصلح بين المسلمين والنصارى في موقف ظهرت فيه سماحة الإسلام، وإنصاف تعاليمه تجسيدا لقوله تعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقبل ذلك هدي النبوة الطاهرة
وصنيعها في المجتمع اليثربي بما لا يخفى على شريف علمكم من أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو تشريع نبوي وتأسيس لنظام الصلح ولفت الأنظار لواجب الإصلاح. إن ندوتنا هذه كاشفة لتجذر الصلح والإصلاح في مجتمعنا الجزائري، وليست منشئة له. فلا تخلو قرية ولا مدينة ولا عرش ولا قبيلة من قائم بأمر جماعتها والحل والعقد فيها، وإن كانت هذه المعاني بدأت تنمحي نوعا ما لأسباب وظروف، فإن ندوتنا هذه تعتبر إحياءً وإذكاءً لهذه القيمة المتجذرة في المجتمع، وإسهامٌ في جهود عودة دور الصلحاء والمصلحين لتخفيف العبء على المحاكم، ولرأب الصدع في الأسرة الجزائرية، ولتقوية أواصر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع كله. إن كثيرًا من القضايا كبيرةً كانت أم صغيرة نستطيع حلها في مجالس الصلح بخطاب يجمع ولا يفرق، ييسر ولا يعسر، ينصح ولا يفضح. أيها الحضور الكريم، لقد تعين على رجال العلم وأهل الفضل والقبول والوجاهة في المجتمع أن يطلعوا بدورهم للإصلاح، كل حسب اختصاصه وحسب طبيعة موضوع النزاع ومحل الفرقة والشقاق. أهل الشريعة أو القانون أو العدالة أو المال أو الحكمة أو المكانة إلى آخره ممن ذكرت وممن نسيت. وأختم مذكرا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفق الله كل من يريد للخير أن يبلغه، وكل قاصد للنفع أن يصله. اللهم يا من وفق أهل الخير إلى الخير وأعانهم عليه، وفقنا إلى الخير وأعنا عليه. والحمد لله في البداء والختام. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للسيد والي الولاية على إشرافه وحسن رعايته لهذه الندوة وتشريفه لنا بحضوره الشخصي، كما لا يفوتني أن أزل الشكر لكل من نشط وحضر معنا وتكبد مشاق السفر. فمرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بين دعوة القائمين على هذا اللقاء الهام والهام جدا الذي يخوض في مسألة هامة وهامة جدا، ألا هي مسألة الصلح، والذي أترك تفاصيلها للأساتذة الأجلاء والمختصين في هذا الموضوع، ولكن ربما كلمات مقتضبة حول مقاربة هذا الموضوع الذي في الحقيقة يهدف إلى ترسيخ مبادئ التسامح وترسيخ كذلك مبادئ الأخوة، ومن خلال يعني إسقاطات مؤسسة الصلح ذات البين، الهدف الرئيسي هو الحفاظ على تماسك المجتمع. ولما يكون تماسك المجتمع فبالطبع يكون يعني هناك أمن مجتمعي، هناك أمن عائلي، هناك أمن تربوي، هناك أمن اقتصادي، هناك أمن أمني. يعني كل هذه الإسقاطات يعني تأتي نتيجة وكمحصلة لدور الإصلاح ذات البين. وكذلك هو في الحقيقة هو عمل يعني إصلاحي ومؤسسة يعني عريقة دعا بالمجتمع الجزائري أن يعتمد عليها في حل كل الإشكاليات التي تضع، سواء الإشكاليات أو القضايا العائلية أو
أو حتى القضايا يعني الجنسية بها القرى والمضاشر فيما يخص توزيع كل الثروات التي تتوفى عليها القرية وعلى تتوفى عليها أي إقليم. فأجدادنا كانوا حقيقة يلجأون إلى هكذا آليات مجتمعية. ولكن لابد أن نقر أن هناك تراجع ملحوظ في اللجوء إلى مثل هذه الآليات وهذه التجارب اللي مارس بها المجتمع الجزائري، واللي في الحقيقة كانت يعني ضمن النظام التقليدي اللي يفوت عليه اللي تتعامل معه العائلة والمجتمع القروي. ولكن حاليا أنتم تلاحظون أن هناك يعني تراجع فيما يخص هذه القيم التي نوعا ما غابت عن سلوكاتنا، وأصبحت دقات حب الذات وتطاحن فيما بين أفراد المجتمع. وهذا التطاحن كذلك انعكس سلبيا على سير حتى مؤسسات الدولة، لأن الدولة مؤسساتها وحدها لا تكفي، لابد أن يكون لها سند. واستمعت للتو السؤال الذي طرح حول مدى مساعدة هاد المساعدين القضائيين في دعم العمل القضائي. ففي السابق لم تكن لدينا مؤسسات قضائية حديثة، ولكن كان المجتمع يجد كل الحلول له، لأنه المحيط العام كان محيط إيجابي والكل كان يمتثل لهذه المؤسسات التقليدية يعني العريقة. الوقت الحالي أنتم تعرفون جيدا ماذا يجري في أوساط عائلتنا وماذا يجري في أوساط مجتمعنا، وهذا في الحقيقة يعني يضعف قوتنا وكذلك لا يسمح ب يعني تنفيذ كل السياسات نتاع السلطات العمومية، لأن السلطات العمومية تخطط وتنفذ سياسات متكاملة اجتماعيا تربويا تنمويا اقتصاديا، ولكن لابد أنها تحتاج إلى الأمان والأمن وهذيك الطمأنينة وهذيك الجو الإيجابي وهذيك يعني الأخوة وهذيك التماسك. وإذن لابد أن نراجع أنفسنا جميعا، لأن هذه الخصائص لا تتوفر عليها المجتمعات المتقدمة، هم يحسدوننا عليها. المجتمعات المتقدمة كلها مجتمعات تعتمد على الجوانب المادية بدون أي روحيات، ولكن إحنا حبانا يعني الله سبحانه وتعالى أنه أرسل لنا هذه الرسالة السماوية التي ربما لابد أن نقتدي بها ونوظفها توظيفا حقيقيا لا سلوكا مظهريا. لابد أن هذه الرسالة السماوية أن تأخذ يعني طريقها إلى سلوكاتنا اليومية وتصرفاتنا وعقيدتنا وأفكارنا من خلال العمل على يعني بث روح التضامن والأخوة والتسامح، وكذلك نبدل الكراهية وحب مؤسسة الدولة. في بعض الأحيان نحس أننا نتباهى في عمل مضاد لمؤسسة الدولة، وكأنها يعني هذيك هي اللي تجيب هذيك الإضافة. العكس، ربي سبحانه وتعالى وصانا على حب العائلة وحب الجار وحب الأخ وحب الأخت، وكذلك وصانا على حب الوطن وحب مؤسسة الدولة وتدعيم مؤسسة الدولة، لأن العلاقة موجودة تكاملية ما بين المؤسسات المجتمعية التقليدية والمؤسسات كذلك نتاع الدولة. وإن أخفقت مؤسسات الدولة فالمؤسسات المجتمعية هي التي تصوبها وهي التي تقومها. أشكر جزيل الشكر القائمين على هذا اللقاء، وأشكر السادة الأساتذة الأجلاء الذين في الحقيقة لهم باع طويل في هذا المسعى، وكذلك مدينة صاصف وكذلك مدينة العلم والعلماء. ربما بل أكيد أنها ستكون يعني شعاع تنطلق منه هذه السياسة الحكيمة وهذه السياسة التي تنبذ العنف وتنبذ الكراهية وتكرس الأخوة وتكرس التكافل ما بين أفراد المجتمع، خدمة لوطننا العزيز. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل اجتماعا مباركا فيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه. اللهم يا ربي نسألك أن تبارك في مساعينا وأن تبارك في بلادنا. اللهم يا ربي احفظ الجزائر. اللهم يا ربي احفظ الجزائر. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي نسألك أن تجعلها رافدة في الخير إلى يوم الدين. اللهم يا ربي احفظها من كل مكروه. اللهم يا ربي نسألك أن تبارك في السيد الوالي الذي أحفنا بهذه الرعاية المباركة. اللهم رب احفظ بلدنا الجزائر رئيسا وشعبا وجيشا. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا عافيته وشافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك اللهم أن تبارك في هاتين الأستاذين اللذان أفادانا بهذه المعلومات، وبارك الله في الجميع، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأنتم مدعوون جميعا إلى وجبة الغداء، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.